طلع ده الكابتن محمود الخطيب. لو هتوصفه كلاعب، لو هتوصفه كزميل ملاعب، هتقولي عنه كلاعب احرف لاعب شفته على مستوى مصر كلها. امكانياته رهيبه في التحكم والسيطره على الكره بجميع اجزاء جسمه. يعني ممكن لو بكتفه ممكن يوقف الكره بكتفه. ايوه صدره نفسه. فاحسن مهارات شفتها في حياتي. في حياتي. افضل مهارات في على مستوى مصر كلها من اول انا ما عرفت الكوره لحد يومنا هذا. لحد يومنا هذا. انا كنت بروح اتفرج عليه واحنا في النادي الاهلي، هو بيلعب 21 سنه، واروح اتفرج عليه في يعني اخر ماتش اتفرجت عليه كان في الترسانه. لو اقول لك مثلا كوره جايه له بالعرض خدها على صدره، الجون طلع عشان ياخدها، عدت خدها على صدره بقى هو والجون خلاص يحط بقى الكوره. لا لا لا، راح مهوش اتنين تلاته راحوا مترقصين، وراح معدي من واحد وقف على خط المرمى وراح حاططها بكعبه كده ماشي. رهيب رهيب. في مين لاعب عاصرته بعدها كمشاهد بعد الاعتزال حسيت انه في من الخطيب، او الله فكرتني بالخطيب؟ الخطيب لا يقارن بالمهارات الفرديه اللي كانت موجوده عنده. مش موجوده، ما حدش يعني ما فيش لاعب في مصر زي الكابتن محمود. لو كنا لو كان هديكوتي سابه يعمل اللي هو في دماغه كان عمل بلاوي، كان بيمنعه يعني جاب كده زرار بقى ايه يظبط فيه حاجات. يعني كابتن محمود اقول لك كان ممكن رأس ال 12 بتاع بالحكم بكله يعني بجد والله. يعني دايما الواحد لما بيسمع الكلام اللي زي ده، طبعا ده في مناسبه عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، كل سنه وانت طيب. كل سنه هو طيب يا كابتن محمود، لكن لما الواحد بيسمع وربنا يديلك الصحه يا رب يا رب بيسمع الكلام ده، بابا بيقول لي نفس الكلام ده كأن بابا اللي قاعد قدامي. لا يعني بقول لك فانا بقعد اقول انا بشوف فيديوهات بس بقعد اقول يا ريتني لحقته.